ماذا يعني التقييم المالي في المشاريع؟ هو عملية تقييم الأداء المالي للشركة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها. هناك العديد من الأغراض للتقييم المالي، منها تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، تقييم أداء الشركة مقابل أقرانها، تحديد ما إذا كانت الشركة مستقرة مالياً، اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، تقييم أهداف الاستحواذ المحتملة، اتخاذ أي قرارات عمل أخرى قد تؤثر على الصحة المالية للشركة.